مالك يا مالك، واقف كده ليه؟ يا ايه حدوتة رفعت الدهبي؟ حدوتة ايه؟ ام فارس، انت عارفة كويس حدوتة ايه؟ انا شفتك وانت واقفة معاه. لا لا لا، بقول لك ايه، انت تمسكي نفسك كده وتردي عليا. هترد يا ام فارس في ايه؟ مالك، انت عارف كويس قوي ان انا بعتبرك اخويا الصغير من زمان، وعارف كويس انا متربيه ازاي وبنت اصول، وعمر العيبه ما تطلع مني. انا عندي مصيبه كبيره كبيره قوي، وقبل ما تقول اي حاجه انت لازم تفهم إن رفعت الدهبي حاطط الخديوي في دماغه وعايز يأذيه. لا صحيح، صدق أبو فارس أنا أول مرة أسمع الموضوع ده. متنقش عليا يا مين، أنت مش فاهم حاجة. آه، ما أنا فعلا مش فاهم، بس الأكيد إن الخديوي هيفهم. استنى يا مالك، استنى، رفعت الدهبي. لا لا، رفعت الدهبي. رفعت الدهبي هو اللي قال لي على مكان المزرعة؟ هو اللي قال لي إن أنت بتعرف واحدة تانية عليا؟ يعني أنت ليكي كلام مع رفعت الدهبي من ورا ظهري؟ لا، ما بكلموش. لا لا، معلش يا أم فارس، ليكي كلام معاه. افهم يا خديوي، وحياة النبي، وحياة النبي تفهم. أنا كنت بكلمك منه بيجي يقول لي معلومات عنك، هو اللي قال لي إن أنت بتعرف واحدة تانية عليا، وهو ما بيقوليش كده حباً فيا، هو بيقول لي عشان عايز يأذيك. وأنا ست يا خديوي، وخايفة، خايفة لحد ياخدك مني. والله العظيم، والله العظيم حذرته أكتر من مرة، قلت له الخديوي مش هيسمي عليك. أكتر من مرة؟ ده الكلام رايح جاي بقى. لا لا لا، يعني انت بتستغفليني وبتكلمي رفعت الدهبي من ورايا، من ورا ظهر الخديوي. ابوس ايدك، لا ابوس ايدك، ابوس ايدك يا خديوي. لا ابوس ايدك، لا. ابوس ايدك يا خديوي، ابوس ايدك، ابوس ايدك ورجلك وحياه ولادك، ما تظلمني. والله العظيم ما عملت حاجه، رفعت الدهبي ده جسمي ساب في رقبته. اكراما لابوكي، بس انا مش هحطك تحت رجليا. قول له يا مالك، وحياة عيالك ما تسلمنيش، انا ما عملتش حاجه والله العظيم. اياك والمره لما تطول عشرتها. من النهارده انت محرم عليا. يا خديوي لا لا لا، تطول. لا ما تقولهاش، لا 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 يا خديوي، لا ما تسلمنيش انت والله العظيم، ما عملتش حاجه والله. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.